اختك هدى مجننني اهي. ايوه يعني ايه جديد؟ ماما what do you need from me mother؟ ايه يا ماما يعني حضرتك عايزه مني ايه؟ عايزاكي تتكلمي معاها وتعقليها، ده لحد دلوقتي بتاخد معاش ابوكي اللي ما حلتيش غير، ويعني وبتديني مصروف زي العيال الصغير. ماما يا ماما اصلا it's your problem على فكره، عشان انت اصلا ليه تديها الكارت؟ حكم القوي هي واخداه ومش عايزه تديهولي. خلاص بلغي عنها. يا لهوي ابلغ عن بنتي يا اما؟ ما هي يا اما يا ماما تبلغي عنها البوليس، يا اما انت تتحولي بقى تبقي اف بي اي، افتحي شنطتها وفي السكرته كده خدي الكارت. يا بنتي انا ما اعرفش اعمل البي في اي ده ولا حاجه، انا ما اعرفش اعمل حاجه، انا جايلك عشان انت اللي تتصرفي يعني. حاضر يا ماما، حاضر حاضر يا حبيبتي، خلاص خلاص حبيبتي انا هبلغ عنها. لا يا همت بصي يا بنتي. امال اعمل ايه يا ماما؟ بصي حبيبتي انا جايلك، انت اختها الكبيره العقله، انا عايزه منك حاجه واحده بس. اتفضلي. يعني تتكلمي معاها، تعقليها، تحنني قلبها على امها. يا ماما دي مش حاجه واحده، دول 3 ايتمز بس بغض النظر. بصي يا بنتي انا من ساعه ما ابوكي مات وانا عايشه لوحدي وما حدش بيسال فيا يا بنتي. ماما I'm so sorry، البريك خلص. ماما ما تنسيش انا فاكره احنا وقفنا عند جمله من ساعه ابوكي مات. I love you ماما، I love you. يا همة يا همة يا بنتي، هو حضني ما وحشكيش؟ يا ميلة بختك يا عزيزة من هدى الهمة.